سلام، أنا رجاء، رجعت لكم بفيديو جديد. صلوا على النبي ويلا نبدأ. أول شي حابة أقول لكم رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. إن شاء الله تصوموا وتفطروا على خير. فيديو اليوم هو راح أتكلم عن مواقف المتابعين صارت لهم في رمضان. أنا نزلت في المنتدى وقلت لكم اكتبوا لي مواقفكم في رمضان، ويلا نبدأ في أول موقف. أول موقف من ملاك. تقول ملاك: مرة كنت صايمة أول يوم رمضان، رحت وأكلت تفاحة بعد ما أخذت أكبر عظة ممكنة، بعدين تذكرت وذبيتها وغسلت حلقي يا كل ما أتذكر أريد أبكي من الفشلة. يعني والله تصير يعني أول يوم رمضان كثير يصير الناس تنسى، يعني إنه أنت نسيتي إنك أنت فطرتي بالغلط أو أنت ناسية، فهذا يحترى يحتسب إنك صايمة. الموقف الثاني بدون اسم. تقول: أنا أمس كنت ألف السمبوسة جبنة وألف وكان في جبن على يدي، وأنا الغبية لحستها ونسيت إني صايمة، وتقول لي أمي تراك لحست الجبن على يدك، وأنا التو أستوعب. والله مثلي، يعني أنا كنت أول قاعد أقلي السمبوسة في الزيت، كنت أقلي السمبوسة، فلما خلصت السمبوسة كده يعني حطيتها على الصحن، وفي النهاية كده لحست يدي نسيت إني أنا صايمة، بعدين تذكرت. يعني هذا موقف صار لي أمس. وزي ما انت قلتي ان انت نسيتي كثير، اغلب التعليقات يعني المواقف اللي صارت كله عن النسيان، ف يلا نروح للموقف الثاني. والموقف الثالث من أورجوان اتوقع. تقول: موقفي نوعا ما محزن، انه انا قلت لصديقاتي تقول انا قلت لصديقاتي انه بصوم رمضان كامل وحلفت كل شيء، بس تخيلي مرضت مرض مره قوي وكنت مو قادرة أتحرك، وكنت أفطر علاجات حرفيا، وصديقاتي بدأوا يقولون أنتي مو قد كلامك، وإنه أنا كنت بصوم أكيد، بس فجأة مرضت وحاولت أبرر لهم بس ما كانوا يعبروني أبدا. هذا في رمضان الماضي يعني كان نداوم وكذا. المهم مرة أنا تضايقت، بس صراحة إنه أنت كمان غلط عليك، ليش تتضايقي مع نفسهم؟ أنت تصومي لربك طبعا، مو تصومي لصديقاتك. انه عادي، ايوه صح انه انتوا تحديتوا بعض، يعني هذه تحديات حلوه، بس انه انت مرضتي هذا الشيء مو بيدك، يعني الله كتب لك انك يعني تمرضي وتفطري لانه انت مجبوره. فمع نفسهم صديقاتك يعني ايش دخلهم؟ والله وانت كمان تضايق، لانه انت يعني الله يعرف هذا الشيء، يعني هذا الشيء بينك وبين ربك، لا تهتمي لاحد. والله يشفيك ان شاء الله، وان شاء الله هذه السنه حتصومي رمضان كامل وتقهريهم، بس ما مو عشان تقهريهم، يعني عشان نفسك تصومي عشان تاخذي اجر. بس خلينا ننتقل للموقف الثاني. موقف من ديما. تقول: الموقف صار امس، كنت اتجهز عشان اروح للمدرسه، فتجهزت وخلصت ورحت احط الايباد حقي على الشاحن، ملاحظه الشاحن حقي احطه في المطبخ، فرحت للمطبخ عشان أحطه وكان في موزة على الطاولة، فجيت بدي أكلها بعدين استوعبت إنه رمضان. يعني زي ما قلت لك إنه هذا كثير ناس ينسوا في أول رمضان، فالحمد لله إني أنت ما أكلتيها على الأقل، لأنه كثير ناس نسي وأكلوا، يعني فأنت الحمد لله إنك أنت تذكرتي قبل ما تأكليها. وصراحة مرة صعب إنه تصومي وتروحي المدرسة، بس في النهاية هذا أجر، كل ما تعبتي كل ما تاخذي أجر أكثر أتوقع، مدري والله. نروح للموقف اللي بعده. موقف من دنو. تقول: الرمضان اللي فات كنت ما أصوم، وماما كانت تقول لي صومي وأنا أصوم، بس إني أخذ أكل وأروح تحت السرير وأكل، وجت أمي وقالت لي وين دنو؟ أنا اسمي دانا بس إنهم ينادوني دنو. المهم بعدين شافتني وقالت أح فاطرة، وقالت ها إيه لأن بطني يقرصني، وقلت ها إيه لأن بطني يقرصني. بس هذه القصة، يعني ليش تفطرين؟ يعني إذا أنت عمرك تحت 10 سنوات ف عادي مسموح انك تفطري، بس يعني حاولي اني ما تفطري يعني عشان تقدرين تتعودين. يعني رمضان شهر عظيم، يعني نزل فيه القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي اجر كبير يعني تاخذي اجر، فحاولي انك تعرفي فضل رمضان وتعرفي الاجر اللي تاخذيه اذا صمتي، فحاولي انك تصومي لانه هذا واجب علينا كمسلمين ان نصوم رمضان. تقول مس شوغر: لما كنت في الابتدائي أول يوم رمضان رحت المطبخ أشوف أمي وش تسوي، وكانت تقطع السلطة وتسالف مع عماتي، وأنا مندمجة معاهم في السوالف وما أحس على نفسي وأنا أكل الخيار. هذه نهاية اللقافة على سوالف الكبار، يعني
يعني كذا لا تتلقي مع السوالف الكبار، وخليكي مع اللي على عمرك. وانت نسيتي يعني اكيد، يعني ما ادري والله وش يعتبر نسيتي او لا، فالله يتقبل صيامك وقتها. تقول صاحبة يوزر اكس ار شرطة اي 7 اي: هلا انا اسمي مريم. المهم يوم من الايام كنت في الحوش حق بيتنا واسمع صوت اذان المغرب، طبعا القصة قبل سنة، واجري على طول على اهلي عشان اقول لهم انه اذن. المهم فطرنا وخلصنا، في النهاية طلع جوال امي في الحوش وقاعد يرن، وهي الرنة حقت جوال هذان، فانا انجلت وانا مالي دخل. صراحة هذا يناسب لك مقولة: افعل خيرا تلقى شرا. وامك ليش حاطة نغمة يعني اذان؟ يعني حلو النغمة بس يعني حس غريبة، يعني اكيد من بعد هذاك الموقف غيرت النغمة. والله يتقبل صيامكم، لانه انت يعني ما كنت تدري فهم ما كانوا يدرون، فصيامكم مقبول يعني. حرام والله، مسكينة انت الوحيدة اللي اكلتيها. موقف من كيم سو توقع، تقول: مرة وانا صغيرة كنت نايمة، ما ادري كنت جعانة مرة، امي كانت مسوي اكل في اليوم اللي كان قبله، كانت مسوي ورق عنب. انا فضلت اكل واكل واشرب موية وكنت اتفرج على التلفزيون وكلهم كانوا نايمين، وانا نسيت اني صايمة وانه كنا في رمضان، ما ادري والله وين كان عقلي. بعدها جت امي وقالت: وش تسوي تراك صايمة؟ وانا انصدمت وضحكت مشان اكلت وشبعت. يعني معقول انت اكلتي وشربتي وتشوف تلفزيون كمان؟ ما جاب عقلك انه رمضان؟ ما جاب عقلك انه الدنيا رمضان من جد؟ يعني معقول ما في اعلانات رمضانية؟ عشان ما تنسين تاني مرة حطي صورة يذكرك، صورة عرض جوالك يذكرك انه رمضان، عشان ما تقولي نسيت. الله يتقبل صيامك. وبس كان هذا فيديو لليوم، لو عجبكم الفيديو لا تنسون تضغطون زر اللايك وزر الاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك وانستغرام. وانا الساعة 9 اليوم، الساعة 9 مساء راح انزل لكم منتدى واقول لكم فيها اكتبوا لي قصصكم، يعني قصص طويلة صارت لكم في رمضان اكتبوها لي في المنتدى، واكيد ان شاء الله القصة يلي تكون طويلة ومفهومة راح اقولها في الفيديو الجاي. فلا تنسوا انكم تكتبوا لي قصصكم الرمضانية، اوكي؟ ابني في رمضان صارت لكم، مو في اي يوم، لا في رمضان بالذات. موقف حديث، مو موقف، قصة طويلة. احبكم، باي. يا نور الهلال اقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السما مترنما، لا لا تنقضي أنت للروح دواء، رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قائم.